لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الآن الأستاذة غادة بنت عبد الرحمن الفياض، نائب المدير التنفيذي لجمعية أعمال التنمية الأسرية. أستاذ غادة، أهلا ومرحبا بك في أخباركم. حياكم الله، أهلا وسهلا. نجدد الترحيب بك. بداية ودنا نتعرف أكثر على مبادرة فيض. بداية أود أن أشكركم على هذه الاستضافة وعلى إطلاع المجتمع على مبادرات الجمعية وبرامجها. طبعا مبادرة فيض هي أحد المبادرات اللي انطلقت مع بداية عام 2021 من ضمن سلسلة من البرامج والمشاريع اللي تختص بتمكين المستفيدين الجمعية، سواء كانوا من فئة رواد الأعمال أو الأسر المنتجة أو من فئة الأبناء المستفيدين الباحثين عن عمل. بالمختصر هي مبادرة فيض تختص بمعالجة مشكلة ظهرت لنا في ظل الجائحة اللي هي تعثر مشاريع الأسر المنتجة سواء التابعة للجمعية أو اللي فتح مشاريعها وبدأت تعمل من فترة. لاحظنا أن هناك في تراجع كبير لا على مستوى الدخل المادي ولا على مستوى زيادة العملاء للمشاريع. فانطلقت هالفكرة لما حاولنا أن نسأل بعض المستفيدين عندنا، هل عندكم خلفية سابقة عن إدارة مشاريعكم إلكترونية سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو على الآن البرامج أو بعض المشاريع أو التطبيقات المختصة بالتجارة الإلكترونية؟ فكانت نسبة كبيرة منهم تجهل المفاتيح التجارة الإلكترونية. طبعا انطلقت هالفكرة اللي كانت تضم 9 دورات تدريبية في التجارة الإلكترونية، بالإضافة أنها تحتوي أيضا على 3 ورش عمل و4 لقاءات مع خبراء وتجار في التجارة الإلكترونية، بالإضافة أنه يكون في مستشار دائم ومستمر مع الأسر خلال فترة البرنامج اللي تمتد إلى شهر ونصف. يعني بالفعل الجهد تشكرون عليه أستاذة غادة، وكذلك مبادرة مميزة. إذا سألناكم ما عن أهدافكم المستقبلية في هذه المبادرة، هل من أهداف يعني وضعتموها تحققونها في المستقبل القادم؟ صحيح. طب احنا من ضمن احنا اهدافنا اللي انطلقت مع بداية 2021 اللي هو فتح منافذ بيع للأسر المنتجة. طبعا منافذ البيع احنا نطلق عليها انها تكون يا ميدانية من خلال المحلات او الاكشاك او من خلال المتاجر الالكترونية. فهذا المسار احنا نستهدف فيه خلال تقريبا 6 شهور الاولى من السنة ان نفتح ما يقل عن 200 متجر الكتروني للأسر في مجالات مختلفة، سواء كان في مجال المأكولات المشروبات او كان في مجال الحرف اليدوية. فالمبادرة فيض تستهدف 221 مشروع إلكتروني. الحمد لله احنا لاحظنا تقدم في مبيعات الأسر خلال فترة فقط التدريب، ما بالكم انه تكون في نهاية البرنامج والمتابعة. المشاريع هذه تعتبر نوعية خصوصا مع رؤية 2030 اللي كانت تستهدف او من ضمن خططها اللي هو تمكين المرأة بالإضافة الى رفع نسبة الناتج المحلي. جميل. فالجهود الآن جبارة سواء من القطاعات الحكومية والخاصة الداعمة لهذه المشاريع، بالإضافة أنه توجه كثير من الجمعيات الخيرية إلى مجال التنموي ومجال تمكين المستفيدين. جميل. لعلي أختم معك أستاذة غادة، بعد هذه الجهود في نشر هذه المبادرة كم وصل حتى الآن أعداد المستفيدين من الأسر وأصحاب المشاريع؟ إذا كنت سؤالكم يتعلق بمبادرة فيض، فالحمد لله معانا الآن 221 متدربة من 67 منطقة ومدينة ومحافظة في المملكة العربية السعودية، وعلى نطاق أو مستوى الجمعية اللي الحمد لله هي أصبحت الآن على مستوى المملكة عندنا تقريبا ما يقارب أكثر من 25,000 مستفيد سواء من الباحثين عن عمل أو من أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة. جميل جدا، شكرا لك الأستاذة غادة الفياض، نائب المدير التنفيذي لجمعية أعمال للتنمية الأسرية. صراحة مثل هذه المبادرة ومساعدة المشاريع المتعثرة من أصحاب المشاريع الصغيرة جهد يشكرون عليه، خصوصا في مبادرة فيض وأيضا جمعية أعمال بشكل عام.